تقول إن عندهم أولئك الناس الذين يؤمنون بالأولياء والمشايخ حيث يعملون حلقات الذكر والمدايح النبوية ويضربون بالدفوف ويستغيثون بالصالحين ويمدحونهم وإنهم يطفئون الأنوار ويقومون يهللون، فهل عملهم هذا صحيح؟ وهل له أصل من السنة؟ وما حكم الإسلام في هؤلاء الناس؟ وما حكم من يجلس معهم؟ وهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ويشترك أيضا في هذه القضية المستمع فياض الزبدة الأسمراني من سوريا. كل هذه الأعمال باطلة وهي من أفعال الجاهلية، فإن الاستغاثة بالأولياء والصالحين ودعاءهم من دون الله عز وجل شرك أكبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والأولياء والصالحون الذين هم عباد الله المؤمنون المتقون لا يستغاث بهم ولا يطلب منهم المدد وقضاء الحاجات، وهم أموات لا يقدرون على شيء. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. فالأولياء والصالحون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وإنما الواجب تجاه الأولياء والصالحين من عباد الله المؤمنين المتقين محبتهم والاقتداء بهم في أعمال الخير والطاعة والدعاء لهم والترحم عليهم، لأنهم بحاجة إلى من يدعو لهم ويستغفر لهم، لأنهم قد انتهت أعمالهم وانقطعت أعمالهم بموتهم، فهم بحاجة إلى دعاء إخوانهم استغفارهم لهم. أما طلب الحوائج منهم فإن ذلك شرك أكبر، وهو فعل الجاهلية الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بإبطاله وإنكاره وجهاد أهله وقتالهم حتى يدخلوا في الإسلام ويعلنوا التوحيد الخالص بقول لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا أعلنها المسلم فإنه يلتزم بمدلولها فيخلص العبادة لله ولا يشرك مع الله غيره، لا نبيا ولا وليا ولا صالحا من الصالحين. فالله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فضلا عن غيرهم. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإذا انضاف إلى هذه الاجتماعات منكرات أخرى فهي زيادة شر، كاختلاط النساء والرجال، وكذلك مزاولة البدع والإتيان بألفاظ شركية أو بدعية وإطفاء الأنوار، كل ذلك ما أنزل الله به من سلطان. فالواجب على المسلمين إخلاص الدعاء والعبادة والتضرع إلى الله جل وعلا، وأن لا يدعو مع الله أحدا ولا يطلب من الأموات والغائبين شيئا. وكذلك الأحياء لا يطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من الأمور العادية التي أقدرهم الله عليها، أما الأمور التي لا يقدر عليها الله جل وعلا فإنها لا تطلب من أحد، وإنما تطلب من الله، كإنزال الغيث وشفاء المرضى وإنبات النبات والزروع وحصول الأولاد وغير ذلك، هذه لا يقدر